مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأجواء اليوم نهارا كانت ماطرة مع ظهور لبعض السحب المتفرقة الملامسة لسطح الأرض في المناطق العالية، وكانت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. أما درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان تصل إلى 7 درجات مئوية، وأيضا الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة. أما درجات الحرارة الملموسة تصل إلى 5 درجات مئوية، نسب الرطوبة تكون عالية وتصل إلى 99%، أما سرعة الرياح تصل إلى 24 كيلومتر في الساعة. أما حالة الطقس غدا نهارا في المدن الأردنية، ونبدأ في المناطق الشمالية، تصل درجات الحرارة في إربد 13 نهارا ليلا 6، عجلون 11 نهارا ليلا 5، المفرق 12 ليلا 5، الجرش 12 ليلا 6 درجات مئوية، وأجواء باردة ليلا ومستقرة نهارا. درجات الحرارة في المناطق الوسطى، السلط 13 ليلا 8، مادبا 14 ليلا 6، البحر الميت 20 ليلا 12، عجلون 12 ليلا 7، والزرقاء 13 ليلا 5 درجات مئوية، وأيضا أجواء باردة. أما المناطق الجنوبية من المملكة، الكرك 11 ليلا 3، الطفيل 11 ليلا 6، الشراه 11 ليلا 5، معان 13 وليلا 5 درجات مئوية، وفي العقبة 21 نهارا و12 درجة مئوية ليلا، وأجواء أيضا مستقرة نهارا ولكن درجات حرارة باردة ليلا. أما المناطق الشرقية من المملكة ونبدأ مع رويشد، درجات حرارة 14 نهارا وليلا 6، الصفاوي 14 ليلا 4 درجات مئوية، والأزرق 15 درجة مئوية نهارا و6 درجات مئوية ليلا، وأجواء باردة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.